رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل المرسلين وآله وصحابته وتابعين من واله. جزى الله الإخوة المتحدثين من قبلي على هذه الإجادة وهذه الإفادة. فأصبح الأمر جليا، الأمر أصبح جليا لا يشك فيه إلا مطموس البصيرة على أن الصوفية منهج باطل وأن الطرق الصوفية لا تمثل الإسلام، بل كل هذه الطرق الصوفية طرق إبليسية. وذكروا لك الأشعار والقصائد والمدايح وكل ما سطروه وكتبوه بحمد الله عز وجل موجود في المكتبات وفي الموبايلات، والإعلام ما قصر. وسبحان الله من نعمة ربنا على أهل السنة والجماعة إن الصوفية قدر ما يكتب كتاب وقدر ما يعمل حولية الموبايلات الحديثة، طوالي يصور لك الحولية، واحد ركع للشيخ تلقاه بكرة في اليوتيوب، واحد سجد للشيخ بكرة تلقاه في اليوتيوب، واحد قبضه في الإمارات أبوك الشيخ اللمين قبضه في الإمارات جابوه لنا باليوتيوب، واحد ثاني حيران اللمين برضو في بيت المال الليلة 7 دخلوهم الحبس وغرموهم واستاهلوا لأنه حاربوا دين الله. وربنا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فما ربنا يعني ينتقم من أعدائه. وأنا جايك الليلة ببعض الدعوة، دعوة قدموها الصوفية لنصراني كبير في البلد دي، دكتور أكبر كافر دكتور في البلد دي، والله قدمها صوفية بمناسبة المولد. الكلام ده خلي بالك لأنه قالوا نحن يهود. شوفوا الجماعة الآن تاني ما يقدر يقولوا نحن يهود، ليه؟ لأنهم فاتوا لليهود هناك جوا أمريكا في تبيط الأبيض، محمد المنتصر اللي زيرق ود الكباسي وما أعرف ليك ود البرعي ود الفاتح قريب الله، كلهم فاتوا هناك. عندكم شنو؟ ما قلتوا ده اليهود. وأول ما اليهودي يطلعوا فيلم الصوفية أول ناس بالنوبات دق دق دق، ونشجب وندين هذا العدوان الغاشم والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هسه مشيتكم دي ذاتها ما إساءة للرسول، مشيتكم دي ذاتها إساءة للرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف تمشي لناس أحقد الناس على الإسلام؟ بيقول لك داير أدعوم، تدعوم ودار أدخلهم الإسلام، وإنت كده خش الإسلام أول حاجة، إنت كده خش الإسلام. زي ما قال احمد المنتصر قالوا دخلوه قسيس الاسلام، قلنا له كذا خش انت اول، لانه عقدته قال ممكن غير الله يخلق، ممكن تطف القبه، ممكن تنادي الاموات، عادي عادي. ف الدعوه دي وصلتني في 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 في, في الواتساب، والدعوه رسميه ومسجله وكاتبين فيها اللجنه العليا للاحتفالات، اللجنه العليا الصوفيه للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. وختم في اعلى الدعوه صوره الاب، ساوس الاب فيليو ساوس فرج في اليمين بفوق وبالشمال ختين المسجد النبوي الشريف. والله ده والله ده خزي وعار على الجماعه ديل. ختين المسجد النبوي وختين معه اكبر كافر في البلد دي، اكبر كافر ابو صليب دخله مسجد الشهيد، ما شفته في اليوتيوب برضه موجوده وصورته قاعده. الجماعة متحاوطينه كده كأنه شيخ طريقة، وممكن يكون شيخ طريقة تحت تحت ما معروف. البعيدة شنو؟ البلد دي ناقصه يوميا بتطلع علينا بالعجائب والغرايب. اللمين قالوا شيخ طلع محتال، ربنا ريحنا منه. ودراويش قالوا مريدين بقوا بلطجية وشماشة وإرهابيين. دراويش مش قالوا فلقوا ناس الحلة وأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وغيره وغيره. الكلام ده ما موجود، الجرايد بتنقل، ما جبناه من عندنا ولا افترينا. طيب نشوف الكلام اللي قالوه. انا نقلت الكلام كله من الاعلان بيض وبانتو عشان ما تجي تقول ده ما حقي، وتحت مسجلين برضه اربعه من العطاله بتاعين الشيوخ الطرق الصوفيه. امشي اسالهم قول لهم الكلام ده كتبتوه؟ واحد منهم اسمه فتح الرحمن حامد ابو عصا، ده تابع لحامد ابو عصايا الذي ندهه البرعي لما به الحصوه ونجمته، نادى حامد ابو عصايا اي ابو التايه وحامد ابو عصايا زيلوا الحصايا وامراض كلايه، وحامد ابو عصايا لا عنده كلوه وهو ميت، وانت نجمتك الحصحاصه وربنا ريح منك البلاد والعباد يا عبد الرحيم الزريبه.
والثاني قال مجد الدين الشيخ صلاح الدين الأحمدي ممثل السجادة الأحمدية. وإيه ذول عامل له سجادة؟ إيه ذول عامل له سجادة ساي؟ واحد كاتب السجادة الأحمدية السطوحية ما عارف الشاذلية، أنت مسطح ليش؟ عشان كذا الصوفية مسطحين، عشان كذا تلقى الصوفي يشطح بالله يشطح ويكفر بالله يقول لك ده شطح وما مسطح. عشان كذا أنت أفهم إنه الشطح عندهم كونك تكفر بالله. لما يقول الشيخ أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم يطفيها. وقال كم ما خجل من ربنا قال طفى النار، وانت خليت حاجة تاني خليت خجل عشان قال كم ما خجل من ربنا كان طفيت النار. وما بتقدر والله انت لو ولعت حريقة في الحلة ما تطفيها، كذاب. الثالث قال اسمه ابراهيم عرديب، يا اخي انت ما اعرف ابراهيم عرديب ولا ابراهيم كركدي. قال ممثل الطريقة التجانية، ودي اكبر طريقة فيها كفر بالله عز وجل. عندهم صلاة الفاتح اللي ما اغلق تلقاه مكتوبة بالعربات، اخر تقليه صلاة الفاتح مكتوبة في العربات بورا، عندي بتاع كامري مسجل صلاة الفاتح كلها بورا، واحد بتاع أمجاد برضو كاتب صلاة الفاتح كلها بورا. وقالوا صلاة الفاتح دي بتعادل القرآن 6000 مرة، دي عند التجانية بتعادل القرآن 6000 مرة، وهذا كفر بالله. وجاء في فضلها كذلك أنها تعدل عمل 70 نبي كلهم أدى الرسالة. ده قالوا فضل صلاة الفاتح وناجر التجاني من راسه، وراسه كله يعني وسخ وبدع وشرك وكفر وضلال. قال صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة. يا ناس الكلام ده بيصدق؟ لو في ذلك اعتقد إنه كلام التجاني أفضل من كلام ربنا يكفر بالله. لأنه ربنا قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي كل خطبة كان يقول وخير الكلام كلام الله، أفضل الكلام وأكمل الكلام وأجمل الكلام وأحسن الكلام كلام الله القرآن، ومن أصدق من الله حديث. قال الرابع عبد العظيم محمد عبد الله البرناوي ممثل الطريقة البرناوي القادرية البرناوية، وشوف الكلام اللي قالوه الجماعة دين، الكلام ده بيتوقعهم ما أفترين عليهم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كويس الكلام ده ما فيه إشكال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كويس. اللجنة الصوفية العليا يا دوب، وهي اللجنة السفلى دي ما عليا دي سفلى، لأنه ينشر الباطل ويقدس القسيس الذي يعتقد أن الله ثالث ثلاثة. إنت قال القسيس ده الساوس فرج ده، إنت قال عقدته شنو؟ عقدته إنه عيسى والضلة. الكلام ده يا ناس أي أصغر مسلم الكلام ده بيصدقه؟ ربنا قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تبطل لك عقيدة النصارى كلهم، لكن ديال من جهلهم ومن ضلالهم وعقائدهم مش شابهة، عقائد الصوفية والنصارى عقائد مش شابهة، وبجيك له وجوه التشابه بعد اقرا لك الخطاب. قال اللجنة العليا الصوفية للاحتفالات بمولد النبوي الشريف، اها الله الله يكفينا شركم زي ما قال اخونا عليهم، دارين تقولوا شنو؟ اصلا ما تبقوا تقولوا عليا دارين تجيبوا لكم بلوى كبيرة. قال حضرة الاخ الأكرم الدكتور فيلو ساويس فرج حفظه الله، يا زول ده حفظه الله، ده أخزاه الله، ده بحارب في ربنا بالليل والنهار، بيقول الله عنده ولد، وربنا قال عن كلام الزول ده وعقيدته الباطلة، ربنا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شنو؟ يعني عظيم وشنيع وفظيع، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ده كله السماوات تتقطع والأرض تتشقق والجبال تندك من قول الجماعة ده إنه الله تعالى الثلاثة، وربنا قال كفار. عشان ما يجي واحد يقول لك ده أهل كتاب، وده ما في واحد فلاسفة أبو دقن صغيرة الأخ المسلم ده مجرم برضه من المجارمة، عنده يوم بينكشف لك برضه يقول لك ده أهل كتاب يا مولانا، وربنا يعني أثنى على أهل الكتاب. ده ما ياهم ده، ده ما جماعتك ده، ديلك الآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أبوك داسة مقتنع سابوس فرج ده مقتنع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يخش الإسلام إذا كان أصلا مقتنع، ليه معلق له صليب قدر الضربة؟ معلق له صليب في صدره كله جوا الجامع بتاع الشهيد، دخلوه الجماعة أخزاهم الله، جماعة الخوان المفسدين عملهم الله بعدله. أها قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الموضوع تكريم مشايخ الطرق الصوفية لكم في احتفالات المولد النبوي الشريف. الموضوع بتاعهم انه دارين يكرموا الاب فيلو ثاوس فرج بمناسبه احتفال
الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. زول كافر وداري يكرموه في مناسبة بدعية، فضلال في ضلال، ظلمات من بعضها فوق بعض. والله جد لأنه أنت ما تتخيل الكلام ده، الموضوع ده يعني هين. والله هذا من أكبر الجرائم التي يحارب بها الإسلام، لأنه بعد شوية الشباب يقول لك يا زول الأبو ساوس ده ما كويسة. واحد من أخواننا في جامعة أم دريان الإسلامية قال بمناسبة غزوة بدر الكبرى جابوا لهم الزول ده ذاته الأب فيلو ثاوث فرج ويتكلم قبل الإفطار. واحد قال الله يقرب يقدمه يصلي بين المغرب. شوية كان قدمه يصلي بين جماعة المغرب، وجايبينه بمناسبة غزوة بدر الكبرى. يا أخي غزوة بدر الكبرى دي ما جدود ده، جدود ده ذاته الأب ثاوث فيلو ده جدوده النبي حاربهم في غزوة بدر، تجيبه أنت كمان في غزوة بدر الكبرى يا مجرم؟ وده كله شغل بتاع إخوان مسلمين. أنت عارف إنه الشغلانية دي فيها يعني أيدي خفية. ما هو الدرويش ما بيمشي ساي يقول لا مش امريكا بيمشي امريكا اجيبه بيجاي يجيبه بيجاي. قال في البدء يطيب لنا، يطيب لهم هم، نحن ما بطيب لنا غايته، والله ما بطيب لنا كوننا نجيب الاب فيلو ساوز فرج نكرمه، ده نحن ما عندنا له حاجه، ندعوه للاسلام، امن خلاص يبقى مسلم، ما امن ثاني نحذر الناس منه ومن ضلاله وكفره، ونقول للناس بملء الفم هذا من اكبر الكفر في هذه البلاد. ولم نخاف ولا عندنا له شغله ولا عندنا معه مصلحه بتلمنا معه. لانه ذا بيقول الله عنده ولد، انت ثاني داير منه شنو ده؟ يا صوفي يا جماعه دايرين تكرموا ده، الزول ده بيقول الله تعالي الثلاثه. انتوا رايكم شنو في الموضوع ده؟ ما عندكم خلاوه بتحفظوا فيها القران؟ سوره مريم ما لاقتكم، سوره البقره ما لاقتكم، سوره الاخلاص ما لاقتكم، فيها ابطال عقائد اليهود والنصارى. ويا احد هسه كورك قال انت يهود، يا اخي احنا يهود؟ شوف ناسك، اليهود فينا منو هسه؟ ناسك دايرين يكرموا ابو صليب، اليهودي منو؟ انا وليت وديلك طفشوا من هنا بزياره من اوباما، طفشوا للبيت الابيض، الله لا عادهم، شفت من المجارمه والضلال ذهبوا لتلك البلاد واخزاهم الله. المهم قال في البدء يطيب لنا ان نهنيكم بحلول مولد خير البريه، هو ما متفق معك اصلا، ما متفق معك انه النبي عليه الصلاه والسلام خير البريه، ما متفق معك، تناديه كيف ذاته؟ قال المبعوث رحمة للعالمين كما نبلغكم تحيات وفائق تقدير، ده بيقدروه؟ الله ده بيقول الله تعالى الثلاثة، ربنا أهانه، أنت تكرمه؟ ربنا أهانه، ربنا يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، تكرمه أنت يا أبو يا 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 درويش يا بتكة يا صوفي، تكرم أبو صليب اللي بيقول الله عنده جنة، تكرمه كيف يا زول؟ هسه دماء وصمة عار لهؤلاء المتصوفة، وبعدها يجوا يشاكلونا. تشاكل شنو انت؟ دينك كله مخرم، دينك كله يعني ضلال في ضلال. قال نبلغهم بتحيات وفائق تقدير اخوانكم وابائكم مشايخ الطرق الصوفيه. الجماعه قال الاب فيلو ابواتك الشيوخ واخوانك الصوفيه، وفعلا اخوانه لانه لو ما اخوانه ما كان نادوه، لو ما اخوانه ما كان نادوه في امريكا هنا، وما كان هم نادوه هنا في ميدان الخليفه. ليه؟ لانه عقائدهم مشابه، ابسط حاجه انه عقائدهم مشابه. فقال مشايخ الطرق الصوفيه ورغبتهم في تكريمكم في احتفالات البلاد بالمولد النبوي الشريف، وذلك بساحه الاحتفالات بام درمان مسجد الخليفه، بالاشاره الى الموضوع اعلاه، فانه لا يخفى عليكم بان خيام الطرق الصوفيه بساحه المولد بام درمان 105 خيمه، دي كلها خيام نصبت لمحاربه دين الله عز وجل ولمحاربه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا علاقة لها مع الكتاب ولا مع السنة. والله أشوفت كل الخيام دي، ونتحدى أي طريقة نتحداها، تجيب كتبها ونجيب الكتب بتاعتهم وننقضها بالكتاب والسنة. ده شغل بتاع أنبياء، ده دين الأنبياء كده، تقسموا الدين تخلوا طرق ورايات وبيانات وقباب وأضرحة، ده دين الأنبياء. بل الأنبياء حذروا من ده، عبادة القبور وعبادة الأموات وعبادة القباب وعبادة الصالحين والطالحين، دي كلها الأنبياء حذروا منها، لكن الصوفية واقعين فيها، عشان كده شابهوا اليهود والنصارى. اليهود والنصارى عملوا الجباب، الصوفية عملوا الجباب. انت قال اول ناس عملوا الجباب منو؟ عملوها اليهود والنصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت بخمس كما في البخاري لعن اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، النبي يحذر من اليهود والنصارى، ما نعمل الشيء عمله والصوفية يعملوه. ده عشان كده الاوجه يعني متقاربه بين التصوف والتشيع والنصرانيه، الاوجه قريب بعض شديد وما في يعني فرقه كبيره كده. قال
قال وخيمة وبمولد الخرطوم 42 خيمة، وبمولد بحري 37 خيمة. قال حين يزور هذه الخيام الكثير من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وعابري السبيل، فضلا عن عموم الأحباب والمريدين الذين يجدون الطعام والشراب. وده المقلب ذاته في الطعام والشراب، ده المقلب ذاته في الفتمتوم اللي بتلقاه في الخيمة. ما أقول لك تعال فتمتوم حمدنا النوم وشاي اللبن الصاموطي واللقيمات والرز باللبن، ده الشرق ذاته. تخش الخيمة تضرب لك شاي لبن عمرك كله ما شوف، والله ما بتلقاه لا في لا عن بتاع شاي، ولا بتلقاه عن سي شاي، ما بتلقاه عن أي زول. تخش تشرب لك شاي يضبط مزاجك، تقول والله دي أحسن طريقة، ودي أحسن كوباية شاي لبن. بس ما طريقة، طريقة إبليسية، طريقة بتاعت جهنم، طريقة بتاعت إبليس. فقال ويسمعون الدروس، يا تدروسي انت لقاك درس هناك في الخيام دي، لقاك غير النوبة والدلوكة. فالتمتوم حبطنا النوم سكاكين بكاكين لكاكين وككن مكاشر غوم نظر بالعين سرتي حرتي له الفجل له البامبي دخل بالله فتح بالكي جاب الحنسي تتبع. الله أكبر، صلي عليه. شو ده؟ ده دين؟ ولا يقول جيت أزور جبله ما لقيت قبله، كباش القادو في شبله، الكبير زوقه لولحه نبله، دردقه زبله، بالعتب أكله، جاهل يشكوله، عدم الصوفة من الطريق زقله، رضي الله عنه وأرضاه. ده رضي الله عنه، وده ما خلى فيه أي حاجة، دردقه نبله وزقله عدم الصوفة، ما خلى فيه أي حاجة. بعد رضي الله عنه أستدولي والله بطاح، دولي صالح ولا منجنير، دولي ولا تشرد رباطي مريد تشرد. يقول لك رضي الله عنه، طيب سخط الله عنه يكون كيف؟ إذا كان رضي الله عنه بيعمل العمائل دي، سخط الله عنه يعمل شنو يعني؟ فقال المحاضرات عن الشمائل عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم والاستماع للمدايح. المدايح قلنا لك دي ما عندها علاقة مع القرآن ولا مع السنة، غير القصائد بتاعت الشرك. بناديهم في الليل الهادي، بنادي سوادي يا رجال العيلفون، الأسرع من التلفون، قبل لي فوق، نادي هل الزوب، قبل تحت، نادي بنسك، قبل الصعيد، نادي عوض الجيب، قبل الشمال، نادي بشمال، قبل القدام، نادي الهمام، بالفوق قوام، قبل ورا، نادي. دي القصائد، أنت قال القصائد شنو يعني؟ شرك في كل اتجاه من نادي لي وزول. هسه ده فيه خير؟ شمال نادى غير الله، شرق نادى غير الله، ورا نادى غير الله، قدام نادى غير الله، ده مشرك بالاتجاهات الستة، فوق تحت بالجنب يمين شمال قدام ورا، مشرك بكل الاتجاهات. والله ده الدين الصوفي عشان ما تتغشى ساي، ولو عندك أي عقيدة في صوفي شيخ طريقة ولا قبة ولا بيان أقلع من المحل دينا، والله نصيحة غالية ما بتلقاها لا في النيل الأزرق ولا في ساهور ولا في الكوثر ولا في جول ولا في الشبكة ولا في صحيفة الدار ولا في صحيفة الوفاق ولا غيرها من الصحف السيارة التي تنشر البدع، ما بتلقاها. حصل لك في جريدة قال لك اكفر بشيوخ الصوفية، قال لك في صحيفة يا ذاك شريك جريدة الدار يوميا جاب لنا بلية، فلان طلع موية، فلان طلع قرع من القبر، فلان طلع من قبر عمل عملية وخش راجع، فلان يا ذاك فلان ده لو طلع شفته بشحمه ولحمه، نحن عندنا معاه نظام ما بيطلع، نحن عارفين انه ما بيطلع لانه بنصدق كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام انه ما بيرجع، لكن ما بيرجع بعد ده. الناس دي برضه معتقدين انه غير النبي ممكن يقوم قبل يوم تقوم، وده قليل الادب. اللي بيقوم قبل الرسول عليه الصلاه والسلام هذا اساء الادب مع رسول الله، لانه النبي قال انا اول من تشق الارض عن جمجمته يوم القيامه. استنى النبي عليه الصلاه والسلام يقوم بعدين انت قوم يا صوفي، وانت لو قمت يوم القيامه انت ارجع راجيك، بس معتقد العقائد دي ارجع راجيك. وما تقول لي ابو فاطمه، اقول لك ابو فاطمه قدام، ابو فاطمه ما بيشفع عليه مشرك، ما بيشفع عليه مشرك ولا بيشفع عليه زول عنده عقائد باطلة كاذبة فاسدة. قال كده المهم، قال آملين في كرم سعادتكم المعهود بتقديم ما ترونه مناسبا من دعم مادي أو عيني مشاركة منكم لإخوانكم مشايخ الصوفية في المولد النبوي الشريف، ولا نشك في استجابتكم الكريمة. الكلام ده دقوا كورة بالشغلة دي، يعني شنو بيشهدوا وما داري يجيب لك كده بس بصوره فنيه، الشحده يا هالشحده. قال له يعني تساهموا معانا بشي عيني بقروش بشيك وجبت لك شوال بتاع فتريته ما مشكله، المهم انت باي حاجه. قال نقديه ولا عينيه تشارك، وده والله من الخزي والعار ان يمد الصوفيه ايديهم للنصارى لكي يقدموا لهم المساعد. انت راجع من النصراني راجع النصارى، يعني يحيي لك المولد بتاعك دار القروش اللي بتحيي بها المولد يا صوفي من نصراني ابو صليب، بيقول الله تعالى الثلاثه، بيقول الله عنده ولد، وربنا ابطل الكلام ده في القران. ولكن هؤلاء الناس لتعلم انهم على ضلال عظيم
وأن عقائد الصوفية وعقائد النصارى لا تختلف كثيرا عن بعضها بعضا إلا لمن كان أصم ولا يسمع ولا يعقل، كالذي قال الله عز وجل فيه أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. زول ما بيفهم، بس زول قلنا لك ده كلامه الآن، ده كلام الصوفية كرموا الأب في لبسه والفرج، تاني لاقي منهم حاجة؟ عشان كده هذه نصيحة لكل المسلمين داخل البلاد وخارج البلاد، عليهم أن يتبروا من هذه الطرق جملة وتفصيلا، لأنها طرق بدعية مخالفة للكتاب والسنة ومخالفة لما كان عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن سلك هذه الطرق تؤول به إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. التعليق يعني طويل عن الكلام ده، ومن ورائي متحدث الأخ شهاب، فليتفضل مجزية مأجورة. وإن شاء الله اليوم في حلقة يعني مباشرة مع أخونا الفاضل مزمل عوض فقيري في قناة جون، يعني المهم الناس عاملين معه حوار الساعة 9 إن شاء الله، الساعة 9 مساء في قناة جون، أخونا مزمل فقيري إن شاء الله عنده لقاء يعني يتكلم فيه عن أهل البدع إن شاء الله، فالناس يحرص على الحضور، تحضر المحاضرة وتقفل التلفزيون طوالي تمشي.